باب الأطفال. تعالوا معنا في كل حلقة نتجول بالمكتبة المتنقلة، نتجول في الباص العجيب، ننتقل من مكان إلى مكان في مملكتنا الحبيبة. تعرفون مثل شنو؟ مثل الفراشات اللي تنتقل من وردة إلى وردة في البساتين الخضراء، وبنترك بصمتنا في كل مكان بنزوره، ومع كل معلومة نذكرها فقراتنا متنوعة. بنبدأها بالقصة والفكرة، وبعدها الرياضة والمتعة، وبنضيف على جولاتنا البهجة والبسمة. وما ننسى أن الجسم السليم يحتاج إلى غذاء سليم في فقرة الغذاء السليم والصحة. تذكروا دائماً إيميلنا مفتوح لاستقبال إجاباتكم على سؤال مسابقتنا السهلة. والحين بسم الله نبدأ برنامجنا بصمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين أحباء الأطفال، أهلا وسهلا فيكم في برنامج الأطفال بصمة. أتمنى أن فقراتنا كلها اللي قدمناها في الحلقة الماضية كانت تعجبكم وتنال على رضاكم. وما زلنا احنا احباب الاطفال طبعا مستمرين في تقديم هذه الفقرات اللي ان شاء الله من خلالها توصلكم الفكره والمعلومه. والحين احباب الاطفال تعالوا مع بعض خلينا نشوف فقراتنا لحلقه اليوم. هيا بنا. اليوم قصص أطفال حول الرسول صلى الله عليه وسلم بتكون عن الصحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه. من هو معاذ؟ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس، هو أبو عبد الرحمن، وأسلم وهو ابن 18 عاما. كان معاذ من قراء الصحابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم استقرأوا القرآن من أربعة. من هم هذين الأربعة؟ من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، فهم أربعة اللي يقرون القرآن على الصحابة. شهد الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل بالصلاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح. الرسول عليه الصلاة والسلام مدح مجموعة من الصحابة وكان من ضمنهم معاذ بن جبل. ولزم أحبابي الأطفال معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم منذ هجرته إلى المدينة المنورة، فتعلم عند القرآن الكريم وتلقى شرائع الإسلام حتى صار أقرأ الصحابة لكتاب الله عز وجل وأعلمهم بشرعه، وهو أحد الستة الذين حفظوا القرآن الكريم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قصة تبين مدى لطف النبي عليه الصلاة والسلام أحباب الأطفال في تعامله مع الناس أو مع الأطفال. يقول معاذ: أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يوما بيدي، أي أمسك بيده، فقال لي: يا معاذ والله إني لأحبك. رد علي معاذ: بأبي أنت وأمي، والله إني لأحبك. رد على الرسول عليه الصلاة والسلام بأن أنا بعد أحبك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ إني أوصيك. وكانت وصيته أن لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة، أي نهاية كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه الوصية أحباب الأطفال الرسول عليه الصلاة والسلام قالها لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، وأنتم بعد تعلموها أن في نهاية كل صلاة عقب ما نسلم السلام عليكم السلام عليكم، خلونا أحباب الأطفال نقول هذه الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه كانت أحباب الأطفال وصية الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه. يقال أحباب الأطفال إنه توفي مصابا بالطمع. إن شاء الله قصتنا الحلقة اليوم عجبتكم، ولنا قصة جديدة إن شاء الله في حلقة الغد. السلام عليكم، معكم عبد الرحمن من جامب كيدز جيم. تمريننا اليوم اسمه باك سويتش.
والتمرين بسيط وسهل، يعني بتكون منبطح ومرتاح بس في نفس الوقت بتشغل عضلات ظهرك. التمرين مثل ما قلت هو سهل بس شوي بتحس بشوية ألم في الظهر لأنه بتشد شوي ظهرك، فإذا حسيت بألم مو مشكلة بس إذا زاد الألم توقف التمرين. فخلنا نشوف التمرين. تنبطح سيدة على بطنك، إيدينك قدامك، إيدينك على ورا، ترفع يدك اليمين مع رجلك اليسار. هلا واحد، بعدين يدك اليسار مع رجلك اليمين، اثنين وتواصل، ثلاث، أربعة، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر. توقف 10 مرات، تاخذ بريك، تشرب ماء، تواصل، تسوي تمرين 3 مرات. خلنا نشوف التمرين بعد. يدين سيدة سيدة، يلا يمين ويا اليسار. واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمس، ست، سيدة سيدة سيدة، يلا، سبع، ثمان، تسع، عشر. اوكي عبد الرحمن، استنى استنى. واحد، يدينك قدام سيده قدام قدام ويوم. واحد، اثنين، ثلاث، اربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر. زين لاحظ ان اللي سوى تمرين طبعا مثل ما قلنا يمين مع اليسار واليسار مع اليمين، تاكد ان جسمك كامل على الارض وحاول ان ترفع يدك ورجلك مع بعض، مو اليد اول او الريل عقب، حاول ان ترفعهم مع بعض. ان شاء الله استفدتوا من حلقتنا اليوم، اشوفكم حلقه قادمه. وصلنا إلى المتحف العسكري، فتكون جولتنا إن شاء الله ورحلتنا في داخل هذه المتحف، وإن شاء الله يعجبكم المكان. هيا بنا نشوفه، تعالوا مع بعض باب الأطفال. خلينا نتحرك على المكان. هيا بنا.
الله شاطر فيه أشرح لكم. أنا بعض الحكام بضم كل أرقام البحرين على الخليفة من البداية، أحمل الفاتحة اللي رفع راية البحرين عالية في البحرين، مروراً بن سلمان محمد الفاتح، مروراً لعبد الله الفاتح، وإلى كامل إلى أن وصلت إلى شيخ عيسى بن علي وإنجازاته في البحرين، مروراً إلى سلمان محمد ومروراً إلى الشيخ عيسى بن سلمان وإنجازاته في البحرين، إلى أن نتوقع في الصور هذه اللي تشوفونها في القاعة، إلى جلالة الملك اللي صاحب السمو الملك محمد بن عيسى الخليفة وإنجازاته اللي صارت في البحرين على كافة الأسقدة. ايضا تضم الطاعة بعض البندورات اللي عليها اسماء حكام الخليفة، ايضا تضم الطاعة اللي تشوفونها الحين بعض المعارضات اللي ملابس المفروضة الشخص اللي سلمان الخليفة اللي كان يرتديها انذاك، وبنتعرف على المعارضات في مرة هذا الشيء ان شاء الله. ايش الهدف من هذه الطاعة؟ والله الهدف من هذه الطاعة اولا بتشوفين تصميمها تصميم قديم من حيث السقف وتصميم الوجه كامل، انت لما تدخلين تحسين انك انت رجعت سنين طويله قبل. كانت بيوتنا القديمه الشعبيه كانت بنفس الطريقه ونفس الموديلات ونفس الديزاينات اللي فيها الحين. اما هدفها ان هي تبرز حكام الخليفه وتبرز انجازاتهم من احمد الشيخ احمد الله يرحمه الفاتح الى سيدي جلاله الملك. فعلا امر جميل، لقاء عجيب جدا رائع، فمثل ما قلتي تصاميمهم قديمه بابتكارها الديزاينات الموجودة فيها وكذلك الملابس، سبب استشفين بشكل سريع على الملابس اللي احنا نشوفها. الملابس اللي تحضرينها موجودة عندي اللي حق المقبرة الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة، هذه الملابس يلبسونها كانوا أهل الخليج كلها والبحرين أيضا، وما كانت هذه يومية تستخدم مثل الحين يعني نستخدم الثوب والمترا والعراق، قديما كانوا يستخدمون الثوب والمترا والعراق، لكن المعروض عندنا اللي تشوفونه بتتعرفون عليه تشوف تلبس في الأوقات الرسمية أو المناسبات الرسمية سواء أعياد أو أفراح وما شابه هالشيء. من هالملابس اللي تشوفونها اللي شيء اسمه البشت المنشر، احنا بشوفنا الحين عادية ما في تبريزات قديمة. البشت المنشر ليش يسمون منشر؟ لأن في على أطراف اليمين واليسار مثل أسنان المشط، هذه مثل أسنان المشط ما تصنع من الصوف أو من الخيط، تصنع يا أما من الزري ولا من الخيط الذهب. أيضا هناك الزبون اللي يلبس في المناسبات أيضا مصرية، أيضا في الشقفة اللي هي مصنوعة من خيوط صوف وحوالينها كلها مشغولة بخيوط الذهب أو خيوط مشغولة بخيوط الذهب. العقال المربع تعرفونه؟ نعم. العقال المربع اللي تشوفونه اللي كان يلبسه الشيخ عيسى بن سلمان الله يرحمه، في خيوط الذهب أو خيوط الزهري. أيضا في قطعة الشال اللي تلبس في المناسبات الشتوية. نعم. لأن الشال مصنوع أيضا من الصوف كصوف حار، ما يلبسونه في يعني في الفترة الكبيرة في الأوقات الصيفية. زيارة تعجبنا على قاعة ثانية؟ ايه تفضل مشكلة شكرا لك يا مرحبا فيك، الأطفال تتجه إلى قاعة ثانية وتكون فيها معلومات أكثر إن شاء الله تعالى تعالى تفضل. حياكم الله في قاعة ثانية اللي هي قاعة القلاع. طبعا قاعة القلاع تشوفون عندنا ست قلاع بحرينية ما زالت موجودة، اما السابقة او انه دحين ما صار فيه تجديد او تطوير او انه ترميم يمكن اكثر من 30 قلعة في البحرين. كل هذا يدل على ان البحرين كانت مركز مهم في المنطقة. القاعات القلاع اللي تشوفونها فيها القاعة هذه نبتدي من اللي هي قلعة الديوان، حاليا تسمى قلعة الديوان. هاي القلعة أساسا أول من رفع العلم البحرين في الشيخ أحمد الفاتح. عندنا قلعة الديوان وين موجودة؟ بس عفوا قلعة الديوان وين موجودة؟ في المنام البطاط اللي هي وزارة الداخلية. إيه أوكي. اللي هي حاليا وزارة الداخلية. حلو. القلعة الثانية اللي هي قلعة البحرين. قلعة البحرين طبعا تعرفون من موقعها بين الكبر وبين أحمد عبد الصالح. وهذه القلعة البحرين قلعة البحرين معروفة أن هي تحت ست مدن تاريخية اللي هي من بينهم أربع مدن هي والإسلامي تايلس والإسلامية ومن بنية من فوقها. أما قلعة الزبارة في منطقة الزبارة طبعا والتي تسمى صبحة أو تسمى مريض وسميت صبحة نسبة إلى
قلعة الخليفة في الهدار اللي هزتها وسميت مرير نسبة إلى البحر اللي نطح عليها. وعندنا قلعة عراد مثل ما تعرفونها اللي هي في منطقة عراد. قلعة عراد هذه تحضرها موجودة لغاية الحين، ممكن تزورونها تتعرفون عليها وتغيرون فيها أحيانا بعض الحفلات. وعندنا قلعة بومواهر اللي الحين هي مثل ما تعرفينها على سواحل الحرب اللي هي خفر السواحل. القلعة الأخيرة اللي عندنا قلعة سلمان بن أحمد الفاتح اللي بناها سلمان بن أحمد الفاتح وسكنها. وهذه القلعة مقاربة للمتحف اللي انتم فيه الحين، ولذلك احنا بنيناها مثل ما قلت من قبل مشابه للعمران الخارجي مشابه للقلعة. يعني التصميم نفس الشيء. وايد كيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وصديقاتي الأطفال. اليوم بفقرتنا الغذاء السليم راح نتكلم عن مجموعة من المجموعات الغذائية اسمها مجموعة الفواكه. مجموعة الفواكه تتكون من العديد من أنواع الفواكه، مثلا البطيخ، عندنا التفاح، عندنا الكمثرى، السنترة، الفراولة، البرتقال، الياح، بعد عندنا العنب، وايد أنواع من الفواكه. لكن هل كلنا نتناول هذه الفواكه؟ ولا في بعضنا يقول أنا ما أحب أكل فواكه فيتعمد أنه ينصرف عنها وما يأكلها. الفواكه جدا مهمة لنا، لازم ما نستغني عنها، لأن فيها فيتامينات مفيدة حق جسمنا، فيها معادن اللي هي الأملاح المعدنية هذه اللي بعد جسمنا إحنا يحتاجها. مثلا عندنا البرتقال غني بفيتامين سي. فيتامين سي هو مهم عشان يكون لنا مادة الكولاجين. شنو هي هذه المادة؟ هي مادة صعبة صح، بس هي عبارة عن المادة اللي تربط الخلايا بعضها البعض في جسمنا. فمعناته البرتقال شيء وايد مهم وايد مفيد حقنا. بعد شيء ثاني عندنا مثلا قلنا من قبل التمر عندنا فيه فيتامين ألف، وحتى الأناناس فيه فيتامين ألف وغني بفيتامين ألف. فيتامين ألف هذه بعد مهم إنه هو يبنينا الخلايا في جسمنا. كل فاكهة من أنواع الفواكه غنية بنوع معين من الفواكه، بس ما تستوي على فيتامين واحد، بالعكس على عدة فيتامينات مهمة في جسمنا. هذه الفيتامينات اللي احنا ما نقدر نستغني عنها، فعشان تدي ما نقدر نستغني عن هذه الفواكه. في بعضهم مثلا يقول لا أنا ما أقدر أكل التفاح، بس أنا ممكن أستبدل التفاحة بعصير تفاح. فمعناته مو شرط اني انا اكل الفاكهه مثل ما هي طازجه، انا اقدر اسويها عصاير. وممكن بعد استبدل هذه العصاير، في عندنا عصاير معلبه على انواع الفواكه، بس لازم نكون شطار لما نختار عصيرنا مثلا من البراده او السوبر ماركت. في انواع من العصاير، في عصير مكتوب عليه مثلا عصير طازج او طبيعي 100%، وفي عصاير يكون مكتوب عليها شراب. أنا ما أختار الشراب لأن الشراب عبارة عن ماء ونكهة وسكر، فما راح يفيد جسمي ولا راح أحصل نفس الفائدة لما أنا أخذ العصير الطازج. العصير الطازج لا، بتكون فيه الفيتامينات اللي إحنا قاعدين ندورها ونتكلم عنها. وبعد في أكل فيه المعادن، الأملاح المعدنية مثلا البوتاسيوم اللي يكون موجود في الموز، وبعد يكون موجود في البرتقال. فمعناته كل نوع من أنواع الفاكهة يحتوي على مجموعة من الأملاح المعدنية وعلى الفيتامينات. وغير كذي هذه الفواكه غنية بالألياف، الألياف اللي تساعدنا على الهضم، وبعد تساعدنا على إن إحنا نشبع بسرعة، فما أضطر إن أنا أكثر من الحلويات أو إني أنا أكل بزيادة عشان لأن أنا ما شبعت. لو أنا أكل حبة من هذه الفاكهة وتكون غنية بهذه الألياف أنا ممكن أشبع بعدها. معناته نبي من اليوم نركز إن إحنا نتناول هذه الفواكه كوجبة خفيفة بين الوجبات،
واهم من كذي اني انا استبدل المشروبات الغازيه بالعصاير الطازجه الطبيعيه، وابدلها عشان انا ما اخذ طبعا الاشياء السلبيه في المشروبات الغازيه وما تؤدي جسمنا، ونستبدلها بهذه العصاير. ان شاء الله يا رب تكون فقرتنا اليوم مفيده وسهله. نشوفكم باذن الله بكره، لا تنسون الجسم السليم يحتاج الى غذاء سليم. للمسابقة، في أي عام افتتح المتحف العسكري؟ 1 في 5 فبراير 2010، 2 في 5 فبراير 2013. في أي عام افتتح المتحف العسكري؟ 1 في 5 فبراير 2010، 2 في 5 فبراير 2013. يمكنكم إرسال الإجابة الصحيحة على إيميل البرنامج basma@iaa.gov.bh. لا تنسون ترسلون الإجابة الصحيحة والاسم الكامل ورقم الهاتف ورقم البطاقة الشخصية. قيمة الجائزة 30 دينار، مقدمة من مجلس النواب. أحباب الأطفال، طبعاً وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. قراتنا كانت متنوعة، أتمنى أن هي عجبتكم ونالت على رضاكم. إن شاء الله بإذن الله نلتقي بكم في حلقة الغد بإذن الله تعالى، وكل لي أمل أنكم تكونوا بصحة وعافية وخير. إلى اللقاء. حاب ساعة لا تدعنا أن تقول لا.